نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الإمارات اليوم التي نقرأ منها تحليل الهواتف الذكية في طريقها للتفتت والاندثار بحلول عام 2027. جاء في تفاصيل الخبر: توقع تحليل أن عصر الهواتف الذكية في طريقه للتفتت والاندثار خلال عقد من الآن، أي بحلول عام 2027 يدخل العالم عصر ما بعد الهواتف الذكية. ونتحول إلى صحيفة الخليج الإماراتية التي نطالع منها: الغواصات أحدث الصيحات، الترفيه والاستجمام. دخلت صناعة الغواصات عالم الترفيه وأصبحت الوجهة الأحدث للأثرياء، إلا أن سباق المنافسة بدأ بالفعل بين ثلاث شركات عالمية تتسابق كل منها في تقديم تصميمها الخاص للغواصة الأكثر رفاهية. واخترنا من صحيفة الاتحاد الإماراتية: بيع أكبر الماسة غير مصقولة في العالم ب 53 مليون دولار فقط. قالت شركة لوكارا دايموند الكندية ومقرها فانكوفر في كندا إن الماسة غير مصقولة في حجم كرة التنس اكتشفتها الشركة قبل قرابة عامين بيعت مقابل 53 مليون دولار. وأخيرا من صحيفة الرأي الكويتية: فيسبوك وجوجل تعتزمان تغيير قواعد التعامل مع الإعلانات السياسية. قالت جلسة لمستشاري الدعاية والرؤساء التنفيذيين إن شركتي فيسبوك وجوجل ليس أمامهما خيارات سوى الحد من الإعلانات السياسية عبر الإنترنت في مواجهة ضغوط متزايدة من الحكومة الأمريكية. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.